يعني انت هلا بتروح على الدنمارك منشان تنحبس؟ مو بس انا يا عمي، رفقاتي كلهم هيك. نحن شله بننحبس بكل الدول الاسكندنافيه. انا بنحبس بالدنمارك، رفيقي بنحبس بالسويد، رفيقي الثاني بنحبس بفنلندا، وبنحكي مع بعض هواتف ونطمن على بعضنا، لانه معلومك الهواتف بالدول الاسكندنافيه مجانيه فري. طب يعني عمي بلد صغرى، مواصفات السجن هذا اللي بتحكي عنه صحيحة 100% ولا انت راشش عليها شوية بهارات؟ يا سيدي مثل ما حكيت لك وأكثر، بالعكس نقصت شغلات، نقصت الساونا والمساج كمان. طيب يعني الواحد أنا بقول يعني لو بصح له كيف عمه؟ يعني أنا بقصد إنه الواحد مفروض يفيد ويستفيد، وبما إنه أنا بدي أصير عمك أي نسيبك، يعني يا ريت هيك يا ريت تدبر لي حبسة مرتبة. يا سيدي على عيني، من هي قبل هي، بس بدك تشد لي همتك وتظبط الدنماركي تبعك، لازم يطلع الدنماركي معك مثل الزبده.